ثلاث ايام اللي فاتوا، لو حضرتك ركزت فيهم في الصحافه واللي بتنشر في المواقع هتكتشف ان احنا شعب، انا اسف في اللفظ استحملوني، خيبان شويتين ثلاثه في ترتيب اولوياته. وهتكتشف ان احنا طوال الثلاث ايام اللي فاتوا بنتحرش جماعيا بمصر ومستقبلها ووقتها. وهتكتشف، وانا اسف في اللفظ، ان في ناس بتسوقنا حسب الموضه لخناقات تبهدل وتبوظ قائمه الاولويات اللي محتاجاها البلد في الظرف ده. يعني لو حضرتك ركزت شويه في ال 12 في المواقع الصحفيه النهارده والجرايد بتاعت بكره او الجرايد بتاعت امبارح، سواء على شكل تقارير او اخبار او مقالات او مواد منقوله عن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، هتلاقي ان الاجنده بتاعت اولويات المصريين مضروبه في مقتل. اجنده ملهاش راس من رجلين، اللي فيها المفروض فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق، اللي بيرتبها او اللي عاوزين يرتبوها بالشكل ده كل همهم ان احنا ننشغل في شويه حاجات صغيره وننسى تدريجيا مع الوقت الحاجات الكبيره والكوارث المهمه ونتعلم نتعايش معاها وكانها عادي. الكلام ده مش تنظير، الكلام ده هقوله لك من واقع المنشور في الصحافه المصريه النهارده. هنشوف نموذج يقول لك اهتماماتنا كانت عامله ازاي الثلاث ايام اللي فاتوا والنهارده تحديدا في الجرايد، وازاي توافه الامور بقت قدام وجدها واهمها بيرجع لورا. الساعات اللي فاتت حصل جدل كبير حوالين مجموعه صور واخبار. مش بس جدل، لا ده خناقات وفتاوي وناس بتشتم ناس وناس وهيصه كبيره وناس تكفر وناس تشتم وناس تقول المجتمع بايظ وناس تطعن الناس باخلاقها وفي فلوسها وكل حاجه. وقت الجد بقى لما تيجي تبص على الحاجات دي وتقيمها وتقارنها بحاجات تانية ما خدتش نفس الاهتمام، هتحس اكيد بالخطر. هتحس اكيد بالخطر على جدول اولوياتنا، احنا عاوزين ايه وبنعمل ايه علشان البلد دي. اول حاجه معانا في الحاجات اللي شغلت الناس النهارده وامبارح واللي برضه لسه الجرايد متابعاها، الصوره اللي قلبت الدنيا، الصوره اللي زعلت الناس من بعضها، اللي خلت الشيوخ يتكلموا وخلت الجرايد تكتب ويعمل تقارير ويعملوا مقالات ويعملوا صفحات، خلت كل الناس يتخانقوا مع بعض وخلت كل واحد يطلع بفتوى ضد الثانيه، وخلت ناس تفتي وناس تسخر من شيء هو اصلا مش مشكله ومش ظاهره وبالمناسبه مش اول مره تحصل. في اول يوم العيد على اخر اليوم بدات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر الصوره الشهيره بتاعه صلاه العيد لصف للمصلين واقف فيه رجاله جنب ستات. ولو نزل معانا الصوره دلوقتي يا جماعه بعد اذنكم، ايوه، واقف ستات جنب رجاله في صف واحد. في الغالب الصوره، الغالب الصوره كانت لأسرة بتصلي جنب بعضها بهدف ان هم يتفادوا الزحمة وبهدف انه خلاص كل واحد فينا بقى خايف على السيدات او النساء من مجتمع خلاص ما بقناش نثق في اخلاقه لدرجة ان احنا بنخاف على ستاتنا في الجوامع في حضرة المولى عز وجل. الصورة دي خلي بالك معناها كبير، اللي وراها اكبر، ان احنا بقينا نخاف على ستاتنا حتى لو جوه المساجد من التحرش ومن النظرات ومن كل كل كل. الصورة دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبدات الناس تسخر وتهزأ ويقول لك لقد جاءوا بدين جديد، ومش اللي يقول لك مش عارف هو ده الدين، واللي يقول لك انت بتفتوا كلام كله، واتعمل نكت وناس تانية تقول لك ايه المسخره دي، انتوا بتستهزئوا بربنا وبدين ربنا، وناس تانية تطلع فتاوى ببطلان هذه الصلاه، وناس تقول لك دي بدعه وهيدخلوا النار، واخر بقى حضرتك القصيده اللي انت عارفها وجماعات وشيوخ سلفيين وحاجه تحسسك انه خلاص الاسلام اصبح في خطر وانه كفار قريش واقفين على الباب هيقضوا على الدعوة الإسلامية. طبعا الجرايد ما كتبتش خبر. أول المواقع والجرايد اللي اهتمت بهذا الأمر إخواننا اللي موجودين قدام حضراتكم دول، إخواننا بتوع جماعة الإخوان المسلمين، ما شاء الله عليهم قاعدين على الوحدة متربصين جاهزين نفسهم في أي حاجة تحصل يقولوا لك أو يوهموك من خلالها إن دين ربنا بيضيع بعد ما الإخوان مشوا من السلطة. رغم بالمناسبة إن صورة زي دي بالظبط 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 اتنشرت في عز حكم مرسي والاخوان، وقتها الاخوان ما علقوش عليها خالص. مش مهم، المهم ان مواقع الاخوان وعلى راسها موقع رصد عمل تقرير بيقول فيه ان جموع المسلمين، جموع المسلمين، واخد بالك من التعبيرات المستخدمه، جموع المسلمين في العالم مصدومين من صوره صلاه العيد اللي جمعت النساء والرجال في صف واحد. وقال ايه، بص ركز معايا، رصد عاوزه تقول للناس ايه، وقال ايه ان الخطا الشرعي ده حصل
مش مثلا يعني بسبب عدم تفهم الناس للدين او لظروف المساحة في المسجد او اي حاجة في الدنيا، لا، لان الاخوان، او مثلا الكلام ده حصل لان الاخوان الجماعة الدعوية سابوا الدين ومعلمهوش للناس وجري ورا كرسي السلطة. لا لا، مش بكل الاسباب دي. الاخوان قالك ان الكلام ده حصل، ان الموضوع ده حصل لان جماعة الاخوان ما بقتش تنظم صلاة العيد زي زمان، فوزارة الاوقاف بتسيب ساحات المساجد سبهللة. مش بس كده، ده موقع رصد عمل شوية اكاذيب وافتراءات، ان في ناس كانت بتصلي عكس القبلة، وان في ناس كانت مش عارف بتتحرش بناس في الجوامع، وان في ناس مش عارف عملت ايه، وانه لأ دي بقت ظاهرة، وانه في حد مرتب ومخطط، ووزارة الاوقاف عاوزة تبوظ دين ربنا فخلت الساحات مشتركة ما بين النساء والرجال. طيب فين وحصل ازاي وحد شاف حاجة من الحاجات دي؟ لا، هي صورة او صورتين في مكانين. المهم هو مش عاوز الحقيقة، هو عاوز يكذب، عاوز يقولك ان دين ربنا بقى في خطر عشان محمد مرسي مشي، وكأن الكلام ده ما كانش بيحصل في زمن محمد مرسي. على عكس رصد موقع البي بي سي بالعربي، موقع محترم لانه صحافة محترمة مش صفرة زي مواقع الاخوان، ناقش الموضوع بس زي ما حصل. قالك في التقرير بتاعه ان في صورة انتشرت او صورتين انتشرت او انتشروا لرجال بيصلوا بجوار النساء في صلاة العيد، عملت جدل فقهي وشعبي، وقعد بقى يجيب اراء مع ويجيب اراء ضد، يجيب اراء ناس بتقول يجوز وناس بتقول لا يجوز. وخلص التقرير بتاع البي بي سي على كده، عرض المشكلة وجهة نظرين مش بس الكذب بتاع الاخوان. المشكلة ما انتهتش لحد هنا، المشكلة ان كل الناس اللي بتقول حرام ولا يجوز وده هدم للاسلام، سواء من الاخوان او السلفيين او بعض الشيوخ، لما تفتش على مواقعهم واشهرهم مثلا موقع اسلام ويب، في قسم الفتاوى والاراء بتاع هذا الموقع هتلاقي ان في فتوى بتقول ان صلاة الرجل بجانب المرأة او خلف المرأة لها حالات مش محرمة ولكن مكروهة. في الحالة الاولى بيقول لك ان ممكن يجوز ان هي تصلي، ان الاثنين الرجل والمرأة يصلوا خلف امام واحد، لان جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا انه ده ما يفسدش الصلاة، ولكن ده شيء مكروه. فانت عندك ثلاث ائمة، المالكية الشافعية الحنابلة، بيقولوا ان ده يجوز ولكنه مكروه، لكن ابو حنيفة بيقول ان ده بيفسد الصلاة. فانت عندك ثلاثة الواحد، ومع ذلك هم خدوا الواحد علشان يقولك ان دين ربنا بيضيع. الحالة التانية اللي اتكلمت عنها الفتوى اللي منشورة على موقع السلفيين بالمناسبة، ان يكون كل واحد سواء الرجل او المرأة بيصلي لحاله لوحده، فالصلاة هنا بتبقى صحيحة. وقال في اخر الفتوى ان الكلام ده طبقا لاهل العلم من المذاهب الاربعة. يعني انت عندك فتوى بتقول ان ده يجوز، ان ده ينفع، لكن هو ساب كل الكلام ده، ساب الاراء بتاع الائمة الثلاثة وراح عند الامام الرابع ابو حنيفه وخد الراي بتاعه وطلعه لك وظبطه لك وقيفه لك علشان يقول لك انه الاسلام بيضيع في مصر لمجرد ان الناس كانوا واقفين في صلاه العيد بيصلوا جنب بعض، وغالبا زي ما قلت لحضراتكم هم من اسره واحده. الكبير بقى هنا او المهم هنا ان الخناقه ما انتهتش، الموضوع ده يكبر. المشكله مش في اللي حصل، لا، المشكله ان الموضوع ده يكبر بالشكل ده، المشكلة ان الموضوع ده يتضخم بالشكل ده وبالعنف ده. لما يتضخم بالشكل ده والعنف ده، ده بيكشف لحضرتك حجم الفراغ اللي احنا عايشين فيه. لان السادة على النشطاء على مواقع السوشيال ميديا او المواطنين العاديين على السوشيال ميديا، او السادة اللي موجودين في المواقع، او السادة اللي موجودين في الصحف، او السادة اللي موجودين في المساجد، او الشيوخ اللي موجودين هنا، لو اعطوا ربع اهتمامهم ده في هذه القضية الصغيرة اللي فيها خلاف فقهي بالمناسبة لأي قضية نافعة وضغطوا بالشكل ده، كان حال البلد انصلح. ليه تحزن؟ لأن الشيوخ اللي قعدوا يفتوا ويجيبوا كتب ويطلعوا لك فتاوي تحريم، لو أعطوا ربع جهدهم، بلاش ربع، 1/100 من جهدهم اللي بذلوه علشان يحسوك إن الإسلام بخطر، علشان يردوا على داعش أو يردوا على فتاوى التطرف أو يجددوا الخطاب الديني، كانوا حموا شعبنا وولادنا من عمليات التجنيد الداعشي المستمر. وبعدين الإخوان اللي طول الوقت بيطلعوا اللي طلعوا هذا الكلام على رصد، لو تفتكروا أما كان الإخوان موجودين في نقابة الأطباء، كان في صورة شهيرة جدا لما صلوا رجال بجوار النساء
علشان ما حدش يخرجهم بره القاعه. في نفس المكان وفي نفس الصف وصلوا جنب بعض ليه؟ ليه؟ علشان ما كانوش عاوزين يسيبوا المكان فيدخل اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه الاطباء من المعارضين فياخدوا مساحه واسعه. لكن اللي يعمله الاخوان بفتاوى الاخوان يبقى حلال، لكن يعمله الناس في الشارع لازم يبقى حرام. هنحاول نجيب الصوره دي تبقى معانا برضه عشان الناس اللي مهتميه قوي بالفتوى الاخوانيه. المهم لو الناس كانت بذلت ربع الجهد ده في حاجات تانية نافعه كانش حصل اللي حصل. لكن تقول لي مين وتقول ايه؟ تقول لي مين ان الدماغ خلاص اتمسحت لدرجه ان في ناس بتفكر ان راجل ممكن يسيب الصلاه ويبص على مفاتن سيده في قلب مسجد ويقول لك احنا لازم نمنع هذه الفتنه. في الحاله دي حضرتك منع الفتنه مش بمنع ده. لا، منع الفتنه مش ده الحرام والمكروه. منع الفتنه مش ان هم تمنعهم يصلوا في نفس المسجد، لا، انك تمنع اصلا الراجل ده يخش المسجد لانه مش قادر يحترم حرمة هذا المسجد، مش قادر يحترم الفكرة وجلالها. لكن كل حاجة طبعا لازم تبقى على الست، انتوا عارفين جناح الضعيف البلدي.